عندنا مجموعة من الصور، هنوصف الصور دي وفقا للقاعدة اللي عندنا. ان شاء الله القاعدة اللي عندنا النهاردة يعني deduction and guessing. deduction يعني استنتاج و guessing يعني تخمين. نشوف الصورة الاولى اللي عندنا، it's raining outside يعني انها تمطر في الخارج. يبقى هستنتج من الموقف ده اني هقول it must be wet outside يعني اكيد الارض مبللة في الخارج، او I must get wet if I go out اكيد انا هتبلل لو خرجت. يبقى ده استنتاج وفقا لدليل موجود عندي، فبقول اكيد هيحصل كذا نتيجة لوجود الدليل اللي قدامي. الصورة التانية اللي قدامنا it's sunny and hot. it's sunny and hot يعني الجو مشمس والجو حار. يبقى هقول it can't be cold outside اكيد الجو مش برد في الخارج، او it can't rain today او ان مش ممكن تمطر النهاردة. يبقى وجود دليل عندي اللي هو it's sunny and hot خلاني استنتج شيء مش ممكن يحصل اللي هو الامطار او الجو يكون برد. يبقى لما اجي اقول ان مش ممكن الحاجة دي تحصل او مش ممكن الحاجة دي تكون موجودة بستخدم can't وبعدها الفعل في المصدر. الصورة التالتة اللي عندنا طريق مزدحم بالسيارات، فبقول I might arrive late ممكن اتأخر، بس I am not sure انا مش متأكد. I might be late يعني بقول احتمال او ربما نتيجة لوجود دليل برضو قدامي لكن مش اكيد الاستنتاج اللي انا استنتجته، فبقول I might وبعدها الفعل في المصدر. تعال نشوف بالتفصيل اكتر. must plus infinitive يعني must زائد الفعل في المصدر بتساوي I am sure it is true. I am certain it is true يعني تخمين مثبت قوي، انا متأكد ان الحاجة دي هتحصل او متأكد ان الحاجة دي حقيقية او صحيحة. the sky is dark and it is very cold. السماء مظلمة والجو برد جدا النهاردة، فهستنتج اقول اكيد ممكن تمطر. it must rain. الجملة التانية you must be Selma's sister انت اكيد اخت سلمى اللي عرفني، بقول you look very similar يعني شكلك تشبهيها كثيرا. you have been working very hard today mom يعني انت النهاردة يا امي اشتغلت كثيرا. you must be tired انت اكيد تعبانة. يبقى بستخدم must زائد الفعل في المصدر لما اكون متأكد من الحاجة دي صحيحة وفقا لدليل عندي. الجزء الثاني عندي كلمة can't plus infinitive لما أكون I am sure it isn't true يعني تخمين قوي ولكن في النفي، تخمين منفي قوي. يعني إيه؟ هنشوف من خلال المثال. it can't rain today مش ممكن تمطر النهاردة. ليه؟ الدليل it is hot and sunny الجو النهاردة شمس جدا وحر جدا فمش ممكن تمطر، يبقى it can't rain today. I don't know how to send an email يعني مش عارف أبعت إزاي الإيميل. it can't be easy أكيد الأمر ده مش سهل. الجملة اللي بعدها this can't be Hassan's bicycle يعني الدرجة دي أكيد مش درجة حسن. عرفت إنين؟ his bicycle is red يعني درجته لونها حمراء لكن الدرجة اللي أنا شفتها ممكن تكون لون تاني. يبقى بستخدم can't زائد الفعل في المصدر لما بعبر عن تخمين منفي قوي. أما might زائد الفعل في المصدر بستخدمها للتخمين الضعيف يعني حاجة أنا مش متأكد منها، يعني هتلاقي في الجملة غالبا I am not sure أنا مش متأكد. it is possible يعني من الممكن. I don't know يعني أنا لا أعرف، أو perhaps ربما. the phone is ringing يعني التليفون بيرن. it might be Aunt Mona ممكن تكون Aunt Mona but I am not sure أنا مش متأكد. he might win the race as he trains well ربما يفوز بالسباق لأنه تدرب بشكل جيد. it's possible يعني هذا محتمل. I don't know what the weather will be like tomorrow أنا مش عارف الجو هيكون إيه بكرة. it might be hot ممكن احتمال يكون الجو حر. نشوف الاكسرسايز. number one STEM schools focus space developing students ability on to about four هنختار on لأن focus بيجي بعدها on يعني يركز على. number two lessons in STEM schools are space to those in usual schools same such similar like الإجابة هتكون similar لأن similar دايما يجي بعدها to similar to يعني مشابه لي. number three she space BL because she is working really hard must can't might will she can't be ill أكيد هي مش مريضة. ليه؟ لأنها بتشتغل بجد. number four his father space win a prize he has made a great achievement might can't doesn't must his father must win a prize أكيد أو لازم يفوز بجائزة. ليه؟ لأن he has made a great achievement عمل إنجاز عظيم. number five they space be late I am not sure I am not sure يعني أنا مش متأكد، يبقى هختار might. number six it space be very cold there everyone is wearing heavy clothes أنا عندي هنا دليل everyone is wearing heavy clothes هقول
must. It must be very cold. أكيد الجو برد there يعني هناك. I am sure it is a British coin. أنا متأكد إن دي عملة بريطانية. It not be Egyptian. يبقى it can't be Egyptian. مش ممكن تكون مصرية. Number 8. Shahab space be happy. He has just won a gold medal. لسه هو حالا فاز بجائزة أو بميدالية ذهبية. يبقى he must be happy أو Shahab must be happy. أكيد هو سعيد. Number 9. Mona is interested in ancient history. Mona مغرمة أو مهتمة بالتاريخ القديم. She space be an archaeologist one day. Mustn't, can't, might, will. هنا طبعا ما فيش حاجة هتنفع غير كلمة might. She might be an archaeologist one day. يعني هي ربما تكون عالمة أثار في يوم من الأيام. Number 10. If there is a lot of traffic today, we space be late. We could, we might, we can't, we mustn't, we might be late. لاني بقول لو كان في مرور كثيرة أو زحمة مرورية كثيرة طبعا ربما نتأخر اليوم. Number 11. Wear a coat. ارتدي معطف. It space rain. Can't, must, might, mustn't. It might rain. ربما تمطر. Number 12. I space go to the party. I am not sure. I might, can't, must, could. عشان في هنا عندي في نهاية الجملة I am not sure. هختار I might go to the party. Number 13. STEM school students space be hardworking. Can't, must, might, will. Must be hardworking. طلاب مدرسة STEM أكيد هما طلاب مجتهدين أو نشطين. Number 14. You have been working all the day. You space tired. Might, can't be, must be, will be. الإجابة هتكون must be لأن الدليل أن أنت بتشتغل طول اليوم.